أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقتنا الجديدة أسئلة عن الإيمان. تكلمنا في الحلقات الماضية عن الناسخ والمنسوخ، وأذكر ما قرأت في إحدى السور، سورة يونس الآية 94، جاء كما يلي: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ومعنا في هذا المساء أيضا جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا. لو سمحت أن تلخص لنا موضوع الناسخ والمنسوخ مرة أخرى كما نكمل في هذا الموضوع. هو الناسخ والمنسوخ يعني تغيير أحكام آيات في القرآن، ومش أحكامه بس، وتغيير حاجات كتير، محو، تبديل، تغيير، زي ما شفنا في الحلقات الماضية. نعم. وجينا وصلنا احنا بالحقيقة لحد أنواع الناسخ والمنسوخ كما حددها علماء الناسخ والمنسوخ في الإسلام. نعم. وقلنا أنها ثلاث أنواع. النوع الأولاني هو ما نسخ حرفه وبقي حكمه. يعني ايه حرفه؟ نعم. حرفه يعني النص بتاعه، الكلام في القرآن ده اسمه الحرف او النص. نسخ النص يعني غير موجود النص، اتلغى النص. وبقي حكمه، حكمه يعني ايه؟ يعني العمل به. نعم. فلسه بيشتغلوا به. طب في آيات مش موجودة في القرآن ولسه بيشتغلوا بيها بحكمها؟ زي مثل احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت، الزاني والزانيه. نعم. يرجمان. وعمر بن الخطاب قال الايه ديت كانت موجوده، وانا لولاش يقولوا علي ان انا زودت على القران كنت كتبتها بخط ايدي. ولا زال يرجموا الزاني والزانيه. نعم. لا زالوا يرجمون الزاني والزانية. النوع الثاني؟ والنوع الثاني هو بقى العكس. ما نسخ حكمه وبقي حرفه. نعم. يعني الكلام موجود بس ما يتعملش به. وده مثال لي واحد. نعم. 124 آية في القرآن تتكلم عن المسالمة. إن جنحوا للسلم اجنح لها. نعم. لكم دينكم ولي دين. جت آية التوبة 5. نعم. وأن اقتلوهم. فلغت 124 آية. 124 موجودين لازالوا في القرآن بس مع إيقاف التنفيذ. تيجي تقول له ما تعملنا بالحسنى يا عم، لا ده اتلغت، اتنسخت، ما فيش غير القتل، لا تقبل الإسلام وتسلم يا تتقتل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من أهل الكتاب، حتى اللي كان بيسلمهم اتلغى. طيب، يبقى ما نسخ حرفه وبقي حكمه، والعكس ما نسخ حكمه وبقي حرفه. نعم. النوع الثالث بقى اللي احنا كنا وصلنا اليه وكنا هنتكلم فيه، وهو ايه بقى؟ ما نسخ حكمه وحرفه، يعني لا هو ايات موجوده في القران ولا بيعملوا بحكمها لحد النهارده. اين ذهبت هذه الايات؟ هو ده السؤال الكبير. لما بنيجي بقى في الواقع نسأل علماء الناسخ والمنسوخ بيقولوا لنا حاجات بصراحة، يعني احنا عايزين علماء الأزهر يوضحوا لنا الأوضاع بتاعتها، احنا بنقراها. نعم. وطبعا لما بقول حد من العلماء يوضح لنا مش يرد كلمة وخلاص، يعني يقول لا دي غلط، لا، يقول لا علشان كده، احتراما لعقلية المشاهد. يقولون غلط، وغلط ليه وعشان ايه، وهل هو منطق سليم ولا مش منطق سليم.
مش كده؟ فتصور حسيتي. قال الزهري في كتاب نواسخ القرآن لجمال الدين ابن الجوزي صفحة 33. نعم. شوف القصة دي الغريبة الشأن بقى. عن النبي محمد. نعم. يقول لك أخبرني أبو إمامة أن رهطا من أصحاب النبي قد أخبروه أن رجلا منهم قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها، سورة قرآنية افتكرها. فبالليل قام عشان خاطر يرتلها. نعم. فلم يقدر على شيء منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فين الآية؟ نساها. عمل إيه؟ الصبح أتى إلى النبي في الصباح. اللي بيحكي كلام ده مين؟ الزهري في كتاب نواسخ القرآن لجمال الدين ابن الجوزي. يعني هل هذا احنا بنقوله؟ هذا الكتاب موجود وممكن الاطلاع عليه في المكتبات؟ نعم، المكتبات. فلما جه الصبح ليسأل النبي عن ذلك، شوف يقول لك ايه، جاء آخرون لنفس الغرض، كانوا ناس موجودين وسمعوا الصورة وحفظوها وحبوا يرددوها تاني، ما قدروش، بخرت، فجوم الصبح برضو وتلموا كله يسألوا الرسول. ثم أذن النبي فسألوه عن الصورة. لما أذن لهم منهم يتقابلوا يكلمهم يكلموه، فقالوا له احنا الصورة بتاعت امبارح حبينا نفتكرها فنسناها. فيقول كده الزهري في هذا الكتاب، فسكت ساعه لا يرجع اليهم شيئا. ساعه تلاقيه كان بيفتكرها او حاجه. ثم قال نسخت البارحه. نسخت البارحه، لا الايه موجوده ولا حكمها موجود ولا هي معروفه، لأنها نسخت وهم نسوها وأصبحت في الخبر كان. هو السؤال اللي بيعن على بالي اللي انت قلته لي باستمرار، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فين الآية دي؟ فين في الحتة دي في الخبر ده؟ أبسط حاجة، عارف في الرد يقولوا لك إيه؟ أبسط حاجة اللي تعودنا عليه يقول لك إيه؟ هذا حديث ضعيف أحادي مدلس مقطوع مرفوع، الخمسة وتلاتين علة اللي في الأحاديث. فنحن نتساءل هل من إجابة موضوعية تجيب على هذا السؤال ومنطقي. نعم. عقب على هذا أبو بكر الرازي، عقب أبو بكر الرازي على باب ما نسخ تلاوته وحكمه. نعم. نسخة التلاوة الحكمة، قال ايه الرازي؟ قال انما يكون بان ينسيهم الله اياه ويرفعه من اوهامهم ويأمرهم بالاعراض عن تلاوته وكتابته في المصحف فيندرس مع الايام. ابو بكر الرازي قال الكلام ده فين؟ ارجع الى كتاب الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي جزء 2 صفحة 26. ألا طب ما ربنا كان مديها ليه؟ لما بيرفعها وبينسيها لهم يعني على ما تستفهم. نعم. لو في احترام للعقل يبقى في إجابات. واضح؟ دي ده مثل. نعم. طب تعال شوف بقى سورة الأحزاب. تفضل. اللي هي آية السورة رقم 33 في المصحف العثماني. نعم. شريك ابن عاصم نقل عن زر قوله، قال لي أبي ابن أبي كعب، أبي ابن أبي كعب، كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية دي اللي موجودة في المصحف. قال والذي أحلف به لقد نزلت على محمد
وأنها تعادل سورة البقرة أو تزيد عليها. عارف سورة البقرة كم آية؟ 286 آية. نعم. سورة يبقى سورة الأحزاب كانت 286 آية وأكتر. ما فضلش منها غير 73. الكلام ده موجود في كتاب التهذيب جزء 10 صفحة 42 إلى 44. سورة. وبرضه في جمال الدين ابن الجوزي في نواسخ القرآن صفحة 33. ترى أين ذهبت هذه الآيات؟ رفعها الله. أنساها. حيبقى الرد إيه؟ ما هي إجاباتها حتى تقال إيه؟ نحن نريد إجابة منطقية لهذا السؤال. حاجة ثالثة. أصل الموضوع ده كبير قوي. نعم. كبير قوي. والكلام فيه غريب. غريب. وعشان كده الراجل ده يقول لك إنه كثيرون من المجتهدين يتفادون الكلام. نعم. الكلام فيه يقول لك كده. وهو موضوع صعب ومعقد. ده الناسخ المنسوخ. يتحاشى الكثير من المجتهدين المسلمين الخوض في تفاصيله. دروش. نعم. خدت بالك. شهادة عائشة. عائشة ماذا قالت عائشة؟ بتقول كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي حتى ما أتي آية. فلما كتب عثمان المصاحف لم نحصل منها إلا على ما هو الآن 73 آية. الكلام ده موجود في جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 26. نفس المشكلة. نعم. طب أدي يبقى عندنا النبي نفسه قال لك رفعت البارحة حاجات. وسورة الأحزاب يقولوا كانت طولها كده وصفصفت على 73. نعم. في بقى شهادة عمر ابن الخطاب. يا سلام. قال عمر بن الخطاب: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما أدراك ما كله، لقد ذهب منه قرآن كثير. ذهب منه قرآن كثير. شهادة خليفة من الخلفاء الراشدين. ولكن ليقل أخذت منه ما ظهر. كلام غريب. ده برضو في المرجع فين؟ جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن جزء 2 صفحة 26. فأنت تقول هناك جزء من القرآن مفقود، أين هو؟ خل ده شوف كمان. يورد السيوطي عن عدي ابن عدي قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها؟ قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. للسيوطي بيقول كده. أسقطت ببساطة كده. هذا شيء غير معقول. صعب. فين العقول اللي تفهم النهاردة؟ هما مش عايزين الناس تفكر ليه؟ طب انت مش بتقدم دينك كامل مقنع للعقل؟ وانت بتفتخر يا احبائنا المسلمين بيفتخروا ان الدين الاسلامي دين العقل، صح؟ نعم. طب يكلمونا بالعقل في المواضيع ده. طب انت عارف عثمان بن عفان؟ نعم. عارف المصحف بتاعه؟ عارف التغييرات اللي تمت فيه؟ برضه في تغييرات. طيب. بوه. حدثنا حجاج ابن جريح أخبرني أبي حميدة عن حميدة بنت يونس قالت: قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. قالت: كان ذلك قبل أن يغير عثمان المصحف. يغير عثمان المصحف، وكلام معترف به في المراجع الإسلامية جلال الدين السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 26.
أمثلة غريبة، يعني ما نسخ حرفه وحكمه. ليس الخروج عن الموضوع، ولكن أقف هنا في هذه أن الله وملائكته يصلون على النبي. أليس بالحري أن الله أن النبي يصلي إلى الله؟ ليس الله يصلي على النبي؟ ها طبعا، يعني لغويا ومنطقيا الصلاة هي صلة العبد بمولاه بالله، ما لهاش معنى تاني غير كده، المخلوق إلى الخالق، إلى الخالق. نعم. لكن طبعا عشان خاطر تبريرات الموقف يقول لك لا، يصلي يعني يبارك. نعم. بس حاجات برضو الإنسان حيقبلها على مضض يعني. لأن يصلي صلة، صلاة صلة جاية من كلمة صلة. نعم. لكن تيجي يبارك دي تيجي منين؟ من أنه مصدر في صلاة؟ نعم. يعني لو في احترام للعقل يبقى شيء جميل. نعم. تعال بقى للي اتلغى حكمه وحرفه. احنا حكينا أربع حاجات، شوف الخمسة. شهادة مسلمة ابن مخلد عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة ابن مخلد هذا قال لهم ذات يوم: اخبروني بآيتين من القرآن لم تكتبا في المصحف. فلم يخبروه. وعندهم أبو الكنود سعد ابن مالك، فقال ابن مسلمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، والذين آووه ونصروه وجادلوا عنه القوم الذي غضب عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهي غير موجودة بالقرآن الحالي. كلام ده ذكره جلال الدين السيوطي برضو في كتاب الإتقان في علوم القرآن في ذات الجزء وذات الصفحة. مش غريب. مش غريب. أنا حكتفي في هذا الجزء أيضا مما كتبه الدكتور طه حسين. عقب الدكتور طه حسين على ما فعله عثمان ابن عفان بحرق المصاحف والآيات القرآنية التي نزلت. طبعا معروف قصة عثمان بن عفان وحرق المصاحف، لأن كان في سبع قراءات، سبع مصاحف. نعم. عثمان بن عفان لما لقى القبائل حتتقاتل من أجل اختلافهم، وابن مسعود قال إن فيهم 1700 اختلاف بينهم بين بعض، فجاب ست مصاحف حرقهم وخلى واحد. فالدكتور طه حسين بيعلق بيقول ايه؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة احرف، اهو الكلام اللي احنا كنا لسه بنقول، كلها كاف شاف. نعم. وعثمان حين حذر ما حذر من القرآن وحرق ما حرق من المصاحف إنما حذر نصوصا أنزلها الله، وحرق صحفا كانت تشمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول الله. حرق وحذر استخدام آيات. ويكمل يقول إيه: وما كان ينبغي للإمام أن يلغي من القرآن حرفا أو يحذف نصا من نصوصه، وقد كلف كتابة المصحف عثمان بن عفان كلف نفرا قليلا من أصحاب النبي. نعم. وترك جماعة القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه وجعل إليهم كتابة المصحف، ده مأخذ. ومن هنا نفهم سر غضب ابن مسعود، فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن. نعم. وهو فيما يقول: قد أخذ من فم النبي 70 سورة من القرآن. ابن مسعود مين اللي كانت اللي استخدم؟ وهذا ابن مسعود استبعد عن الموضوع. تمام. هذا الرجل بكل علمه وكل حفظه استبعد نهائيا، وجابوا مين؟ واحد اسمه زيد ابن ثابت. يقول كده: لم يكن زيد بن ثابت
الذي كلف بجمع القرآن قد بلغ الحلم بعد يوم ما ابن مسعود كان حافظ 70 آية. ولما قام ابن مسعود يعترض. عفوا ما معنى بلغ الحلم؟ يعني ما شبش الرشد. يعني ما بقاش الرشد ما كبرش يعني كان لسه عيل يعني زي ما تقول كده. ابن مسعود كان حافظ وده كان لسه عيل. نعم. شكا ابن مسعود اعترض. ولما قام ابن مسعود يعترض على الأمر رافضا تحريق صحف القرآن. أنا لسه كل ده بيتكلم في كتابة الدكتور طه حسين. نعم. ده في الكتاب بتاع الفتنة الكبرى. نعم. الجزء الأولاني صفحة 160 إلى 183. ذاكر هذا يا مولانا. نعم. يقول لك ولما قام ابن مسعود يعترض على الأمر رافضا تحريق صحف القرآن عمل له يا عثمان. أخرجه خارج المسجد إخراجا عنيفا وضربت به الأرض فدقت ضلوعه. صعب صعب. وعشان كده فقدوا صور كتير وآيات كتير زي ما شفنا بالضبط. كلام غريب وصعب القبول أيضا. ولا يسعني إلا أستنتج أنك تكاد تقول أو يفهم كلامك أنك تطعن في القرآن والإسلام والمسلمين. يعني ما الحكاية ما تتخدش بالصورة دي. يعني مين أنا عشان أطعن في القرآن والإسلام والمسلمين؟ أولا الأمر اللي أنا بأكده باستمرار أنا بحب الإنسان المسلم كل المسلمين. نعم. ليه؟ لأنهم خلقة الله وصنعة يديه ولهم قيمة أمام الله. نعم. كل إنسان الله بيحبه فإحنا بنحب أحبائنا المسلمين بس كمان بنحب أنهم يبقوا يعرفوا الحقيقة. نعم. مش طعن وهجوم. أولا نحن لا نتبع لأي هيئة ضد الإسلام لا عالمية ولا محلية لكن يدفعنا الحب فقط لخلاص الأخ المسلم عشان خاطر يعرف طريق ربنا. ماذا تعني بخلاص المسلم؟ خلاص المسلم ما هو الإنسان يوم ربنا ما خلقه خلقه في أبدع صورة ومثال. نعم. في الطهر والقداسة والبر والنعمة. نعم. ولكن عندما أغواه الشيطان فأهبط من الجنة آدم وحواء. نعم. وقال اهبط منها جميعا يعني أنتم وذريتكم بحسب تفسير القرآن. أنا بتكلم إسلاميا دلوقتي. نعم. صار الإنسان مطرود من الحضرة الإلهية. نعم. مفصول عن الله. لكن سؤالي إليك جناب القمص أن تعطينا إجابتك كشخص مسيحي الآن. أنت تريد أن توصل رسالة إلى المسلم. ما هي هذه الرسالة؟ ما هي برضو نفس الشيء يعني. نعم. إن الله خلق الإنسان في صورته ومثاله. نعم. وبعدين الإنسان أخطأ فطرد من حضرة الله انفصل عن الحياة فصل عن الله انفصل عن الحياة. نعم. فأصبح تحت حكم الموت. نعم. إنسان ميت بسبب الخطية. خطية. نعم. إن هو أخطأ فعصى فانفصل عن ربنا فيش. نعم. طاعة. نعم. الله في محبته خلق الخليقة دي ما يسيبهاش تهلك. نعم. بحبه عايز يخلصها ويرجعها تاني إلى طبيعتها الأولى. نعم. فكانت خطة الفداء. نعم. خطة الفداء أن أتى السيد المسيح مولودا من العذراء مريم ليتمم فداء البشرية. نعم. ليموت عوضا على البشرية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. اللي بيقبل المسيح بينال الحياة الأبدية. طيب يقبل المسيح ازاي والقرآن بيقول له ان النصارى كفرة والانجيل متحرف فبيقفل الباب ويعيش الانسان المسلم لا هو شبعان بدينه ولا هو لاقي حاجة تشبعه. فأكاد اسمع تقول ان
في كل إنسان احتياج، المخلوق يحن إلى الخالق، فكيف أرتب هذه العلاقة مع الله؟ بالضبط كده. وبعدين ربنا عمل كل حاجة، فضل على الإنسان هو يقبل خطته. نعم، يعني الله عمل كل شيء، لأن الإنسان ما يقدرش يعمل كل شيء، أي حاجة. يقولك بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يعني الإنسان بيدور على خلاص نفسه، على راحة نفسه. لأن طالما الإنسان بعيد عن ربنا فيش سلام. نعم، لا سلام قال الرب للأشرار. نعم، سلام فقط لما يتصالح مع الله. والله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. نعم، غير حاسب لهم خطاياهم. كلام جميل. فالمسيح مستعد يغفر خطية الإنسان لما يقبل فداؤه، يغفر له. نعم، قال على الصليب كده: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. نعم، فالباب مقفول في وجه أخويا المسلم. فمش لا الإسلام بيشبعه ولا بيرد على تساؤلاته، وفي نفس الوقت قافل عليه الباب ان هو ينال نعمة الخلاص والراحة والسعادة الأبدية. نعم، فعشان كده بقول له اسأل، اقرأ القرآن بعمق والتفسير بعمق والأحاديث بعمق، واسأل المشايخ ووصل إلى نتيجة وحل، لأن حياتك الأبدية أثمن من أنها تضيع هدر. دور على ربنا. شكرا جزيلا. أنت تقول أن الدين لا يوصل إلى الله، لكن الإيمان هو الذي يوصل إلى الله. شكرا جزيلا. الإيمان من خلال الدين. نعم، لأن الدين بيقدم لنا الإيمان. نعم، لكن مش الدين اللي هو شوية تنظيمات. نعم، لا، الدين بيقدم لنا الإيمان، ويقدم لنا الله، وبيقدم لنا النعمة. نعم، فابحث عنها لتسعد أبديا. شكرا جزيلا. أحبائي المشاهدين، سمعنا أن الله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مرة أخرى نشكركم إذ زرتمونا وزرناكم في هذه الحلقة، ولنا لقاء آخر. نرحب بجميع أسئلتكم التي تستطيعوا أن ترسلوها لنا عن طريق العناوين المذكورة على الشاشة. شكرا وإلى اللقاء، ونعمة الله تكون معكم جميعا. آمين. شكرا.